عليكم، معكم لطيفة من قناة Everything with Lola. اليوم غادي نقدمو لكم أو غادي نتشارك مع بعضياتنا بسلة صغار بالكفتة بطريقة بسيطة مبسطة ومكونات متواجدة كاع في البيوت ديالنا. فكنتمنى أن الوصفة تنال إعجابكم، وكيف العادة إلى عجبتكم الوصفة ديال اليوم ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم باش تعم الفائدة. ما تنساوش ديروا لايك الفيديو، ديروا لايك الصفحة ديالنا على الفيسبوك Everything with Lola، وما تنساوش خليو لي كومونتير ديالكم اللي دائما كيسعدني انني نقراهم ونجاوب عليهم. وما تنساوش اذا كنتو مازال ما اشتركتو بالقناه ديالي على اليوتيوب تشتركوا باش يوصلكم دائما جديد القناه. والان نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير، كنتمنى لكم فرجه ممتعه. بالنسبة للوصفة ديال اليوم، فاحنا غادي نحتاجو بطبيعة الحال بما انه بالكفتة، فاحنا غادي نحتاجو 500 غرام ديال الكفتة، غادي نحتاجو 100 غرام ديال الفرماج محكوك، ممكن تنقصو او تزيدو الكمية حسب الاختيار، غادي نحتاجو بصلة واحدة مشلضة، غادي نحتاجو تقريبا واحد 3 المعالق ديال المعدنوس مقطع، غادي نحتاجو ربعة صغيرة او 125 غرام ديال الزيتون مقطع هكا زيتون خضر، غادي نحتاجو الورقة ديال التطيلة. فالناس اللي هما كيشريو الورقه الكبيره فانتم ممكن تقطعوها على ربعة، او ممكن تشريو هذيك الورقه ديال التطيله الصغار، فانا كنشري هذو ديال الشناوه فهي كتجي مربعه. غادي نحتاجو شويه ديال الفيرميسيل او شعبيه ديال الشينا، غادي نحتاجو شويه ديال زيت المائده، وغادي نحتاجو ملح ابزار ومعلقه ديال الهريسه اللي كيبغي الحار، ممكن ديروا اكثر ولا قل ولا تحيدوها كاع. دونك نبداو على بركه الله، كنشعلوا على المقله ديالنا، نديروا شويه ديال الزيت اللي كيفضل زيت الزيتون يديرها، انا غندير غير زيت المائده في هذا اليوم. فكنديروا البصله ديالنا تشحر، ندخلو الماء على الفيرميسيل ديالنا، هنا كنحركوها هكذا شوية باش تطلق لينا. البصلة ديالنا هاهي بدات كتولي تخاصها، فحنا غادي نزيدو عليها نحركوها شوية، بقاو نضغطو عليها هكذا باش تفركش متتحلوش لينا. نديرو شوية ديال الإبزار، إلا كنا غنديرو الهريسة منكثروش من الإبزار، نديرو شوية ديال الملحة، هاذي الحالة ماشي ديال الملحة أول، هاهي ديال الملحة. بطبيعة الحال نفرقو مرة مرة. نهزو الفيرميسيل ديالنا اللي راه هي طابت عندنا، نحطوها في الصفاي، فانا هذه اللي مستعمله هذه المره فهي غليظه شويه، حفت فهاد المقص هذا هو المقص ديال المطبخ هو اللي غادي نقطعو به، او ممكن تقطعوا الا ما عندكمش مقص ديال المطبخ تقطعوها غير بالسكين فوق الكراده او هكا، حنا كنحاولوا اننا نقطعوها بهذه الطريقه، عفوا باش يبان القوام هكا باش تجينا كلها صغيره. فانا ما دايرش كميه كثيره ديال الفيرميسيل، فانتوما ديروا الكميه اللي حبيتو. انا تقريبا واحد 50 غرام ديال الفيرميسيل الا ما كانش، يبدو ليكم عينيكم اللي غادي نديرو شحال بغيتي.
فكيف كتشوفوها هي تقريبا كاع تقطعات عندي كلها ولات صغيره. كملت التحراك ديال، الا كنتو كتجيبوا الكفته ديال اللي هي فيها الشحمه فما ديروش الزيت بزاف باش ما يجيكمش داكشي مدسم بزاف. انا كنجيب الكفته ديال الريجيم فهي اصلا ما فيهاش الشحمه، داكشي درت شويه ديال الزيت الزايد باش ما تيبسش عندي. فمن بعد ما كتوجد عندي الكفته ديالي ها هي وجدات، فحنا كنطفيو عليها النار، كنزيدو الربيع. فإلا بغيتو ديرو الربيع في الأول ديروه، مي أنا كنفضل أنه يحافظ على هداك اللون الأخضر ديالو. فأنا كنديرو الهريسة، كيما قلتليكم الهريسة على حسب الذوق. الزيتون، فيرميسيل، ونحركو كلشي مزيان. بالنسبة للفرماج فأنا كنخلي حتى كيبرد عندي الحشوة عاد باش كنخلطو باش ما يدوبليش. بردات عندنا الكفته ديالنا، فحنايا خلطناها مع الفرماج. كنجيبوا الورقه، فبالنسبه للاطار فانا غنستعمل هذا الاطار هذا، فممكن تستعملوا هادو. لي انا هذه المره جبت شويه الورقه صغيره فهي ما غاديش تجيني مزيانه، واون بليس انا بغيت فيه الغرق فغادي نستعمل هذا. مي بحال بحال يعني على حسب الورقه اللي عندكم نتوما وعلى حسب الحجم اللي بغيتيو. انا بغيت بستيلات صغار، مي ما توقعتش ان فريمون يعني بغيتهم شويه صغار، مي ما توقعتش بلي هاد الورقه صغيره بزاف حتى لهاد الدرجه. ف اوكي معليش هذاك غادي تخدم فيه، فحنا كنفرقوها. هذه كتكون مكونجليه فكنخرجوها ليله قبل، كنحطوها في الثلاجه كنخليوها حتى كتدير على خاطرها. نرجع البلاستيكه باش ما تبردليش. غادي نحتاجو بيان سور الزبده، فانا غادي ندهنها باش كتشوفوا لي باش ما كانتش ندير لها الجير. غادي ندهنها بالزبده دايما من جوي بجوج فكواسا بهدرسا. ألوغ ندهن التانية باسكو غادي نحتاج جوج. داكوغ نجيب المول ديالي، غادي نحيدها من هنا مغاديش نحتاجها. غادي نحتاج دابا صفر ديال البيض باش نجمع، او ممكن نديرو غير الماء والدقيق اللي حبيتيه. كنخشي في هاد المول، نجيب الكفتة ديالي، حاول انني نقاد التعميرة ما ناخد من كلشي شوية شوية من كلشي. ها هكذا ندير شويه ديال الصفر ديال البيض، ونحاول نلصق وانا كندور وانا كندير في الصفر ديال البيض باش تلصق عندي مزيان هكذا حتى كنسالي. كنجيب الورقه الثانيه كندير اللي كنكون دهنتها من قبل، كندير لها هكذا كنحطها. واخا صغيرة فهي كتجي محمقة، ما هي فريمون صغيرة بزاف يعني. ولا نديروها هكدا، لا احسن. اوكي نحاولو نجمعوها بالطريقة اللي بغينا، وبطبيعة الحال نعاونو بالبيض منهزوش بزاف، او بالدقيق كيف قلت ليكم اللي بغيتي ولي كتفضلو نتوما. ها
نحاولوا نجمعوا الماكرون. كنجمعوها ها هي كتجي عندنا بهذا الشكل هذا، نحطوها على جنب نصايبوا واحده اخرى. نجيبوا هذا ندهنوا الورقه ديالنا هادي، كندهنها مزيان لان هاد الورقه هادي بالنسبه للناس اللي كيشريوها راهم عارفين كتكون ناشفه، ماشي بحال الورقه اللي كنشريو من عند مالي الورقه، فهي كتكون ديجا هما دهنينها. نجيب الطويصه ديالنا نعاودو نفس الطريقه، نجيبو الحشوه ناخذو كيف قلت لكم من كل شيء، شويه ديال الفرماج شويه ديال الزيتون شويه ديال البنسال شويه ديال الكفته، نقادوها في التعميرة نضغطو عليها باش ما يبقاوش الفراغات، ونبداو كنسدو فيها وكنديرو البيض كيف قلت لكم، حيد الزبدة ونجيب البيض. فهي واخا كتحل دابا فهي راكم عارفين بقى كتلصق. نجيبو الثانية نقلبو نجيبوها الوسط نديرو هكذا ندخل هنا هنا نسد الجوانب نعاود نشوف من الجهة الأخرى. من بعد ما وجدوا عندي البسيطلات فانا يا حكيت عليهم الفرماج من الفوق ودخلتهم غير بالفرماج، بغيتو تخليو حتى يتحمر ممكن تخليو حتى يتحمر صافي، وكيجيو بهاد الشكل هذا. الكميه اللي صايبت اليوم فهي صايبت لي 9 ديال الحبات، ف هذا هو الشكل النهائي كيف كتشوفوا في الطبق. دونك شكرا على المتابعه والسلام عليكم.